منذ بداية عدوانه على الجزائر لم يتهاون المستعمر الفرنسي في سلب الجزائريين أرواحهم وأملاكهم وحتى هويتهم. كان يعاقب الثائرين عليه بنهب وسلب المزيد من أراضيهم، كما كان يسجنهم أو ينفيهم إذا ما سلموا من القتل ومن قطع رؤوسهم. كان الجنود الغزاة يأخذون رؤوس المقاومين الشهداء إلى فرنسا للتباهي والتفاخر بها أمام قادتهم وأقاربهم. عرضوها لسنوات طويلة بمنازلهم، وكأنها جوائز أو كؤوس ربحوها في لعبة أو منافسة ما. بعد ذلك جمعت رفات رؤوس ثوار المقاومات الشعبية الجزائرية ونقلت إلى متحف الإنسان بباريس، واستبدلت أسماء شهدائنا بمجرد أرقام لجعلها نكرة، وهي التي عاشت رؤوسا مرفوعة وماتت شامخة تأبى الرذوخ. وكلهم عزة وفخر بنيل شرف مرافقة أسلافهم، مؤكدين وفاءهم اللامحدود. سنة 2020 وعشية الاحتفال بعيد الاستقلال، وبفضل مجهودات الدولة الجزائرية وسعي من عدد من المؤرخين والباحثين، عادت إلى أرض الوطن رفات 24 شهيداً مكرمة معززة ليحتضنها تراب الجزائر الطاهر الزكي الذي افتدوه بأرواحهم ولم يقبلوا التفريط في شبر أو أقل من ذلك. هذه الرفات عادت أرواح الشهداء لترقد أخيراً بسلام وتشهد كيف أن تضحياتهم لم تذهب سدىً. فقطع عسكر فرنسا لرؤوسهم لم يقتل أمل الشعب في الاستقلال ولم يخمد عزيمته في الكفاح لأجله. ها هم قد عادوا لتهنأ أرواحهم في وطنهم المستقل بفضلهم.